احنا الهدف الاساسي من هالبرنامج اللي اعددناه نحن خلال هالسنه انه نخرج قاده قادرين يعملوا تغيير ايجابي بالمنظمه وبالمجتمع اللي هن فيه، طبعا من خلال تطوير ادائهم، تطوير مهاراتهم باكثر من مجال معين خلال السنه. طبعا اخر شيء بيكون في فحص نهائي بكل شيء اخذوه خلال التدريبات، وفي شهاده طبعا موقعه معتمده ان شاء الله مشان يحسنوا يكونوا مدربين خلال داخل المنظمه. نحن هون من مختلف الدراسات شباب يافعين بدنا نسعى انه نكون فعالين بهالمجتمع. ساعدنا هذا البرنامج انه نحن نطور مهاراتنا ونسقلها ونجهز حالنا لندير مشاريع فعاله نغير بهالمجتمع بشكل ايجابي اكثر. هلا على الصعيد الشخصي طورني وفتح لي مجالات كثير مهمه بصير فكر فيها، وكشابه سوريه اني اطور مهاراتي. هاي السلسله من التدريبات اهم شيء فيها انه مو بس مدرب واحد هو اللي عم يكون فيها، نحن في عدد كتير كبير من المدربين عم يجينا، فنحن دائما عم نكتسب خبرات زيادة، وكل مدرب مختص بمجموعة من الأمور. كتير قدمت لنا شغلات كبيرة على مستوى هاي المهارات وكتير نمت لنا إياها، وفي فرق كتير كبير عم نحس فيه بعد كل جلسة تدريبية عم نقوم. مشروع Leaders Factory اللي قامت فيه المغرفة الفتية الدولية GCI هو مشروع فريد من نوعه، خصوصي بالمحاضرات اللي عم ناخدها كان على مدى تقريبا 3 شهور، كان فيها محاضرات كتير فريدة من نوعها وما بنقدر يعني نحصل عليها خارج نطاق الغرفة. خلال هالمحاضرات لفت نظرنا لكتير مواضيع بتخلينا نشتغل صح على أرض الواقع.